تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، صدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، هنيئا لكم يا أهل الإسلام بكتاب الله، هنيئا لكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم بكتاب الله الذي ينور الله به أبصاركم وبصائركم. صدق الله إذ قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ففي كل صوب وحدب وفي كل طريق وفج نستنير بكتاب الله سبحانه ونستضيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. أيها الإخوة، مع الآية الواحدة من كتاب الله، مع الوقوف على تفسيرها وتأويلها، نخرج منها بكنوز تتبعها كنوز تتبعها كنوز، لأن نلقى ربنا والخير يعمنا، والحمد لله رب العالمين. مع آية أو بعض آية من كتاب الله، آيات ترسم مناهج، آيات محذرات ومنورات، مع قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات، نجعل بينها فواصل في أماكنها وفي أزمانها وأوقات نزولها أيضا. لماذا هذا تفصيل الآيات؟ ولتستبين سبيل المجرمين. فلأهل الإجرام سبل حذرنا الله منها في كتابه الكريم بعد أن بينها لنا غاية البيان، وهي التي نعيشها ونحياها. ولكن قل من يفقه كتاب الله، قل من يفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله فصل سبيل المجرمين وبينها تمام البيان ووضحها غاية الإيضاح، وبين لنا سبيل المؤمنين أيضا، فللمؤمنين سبيل كما أن للمجرمين سبيل. للمجرمين سبيل، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وللمؤمنين سبيل، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. للكافرين سبيل، للمؤمنين سبيل. لأهل الإجرام سبل ذكرنا الله بها في كتابه الكريم، وأيضا ذكر الله بطرائق أهل الإيمان وسبل أهل الإيمان في مواجهة أهل الباطل وأهل الكفر. سبيل المجرمين، المجرمون لهم سبل. على سبيل المثال أذكر بعضها موجزا وبعد ذلك البيان بشيء من التفصيل لبعضها، فالمقام يضيق بذكرها. فمن سبيل المجرمين على سبيل المثال، مبدأ يسمونه فرق تسد، يعني فرق بين الناس تصبح سيدا عليهم. هذا المسلك سلكه إبليس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان
أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وأيضا قال تعالى في شأن تابع من أتباع إبليس وفرعون وجندي من جنود إبليس وفرعون، قال تعالى: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقا، فلما فرقهم استطاع أن يقودهم وأن يهينهم وأن يذلهم. هكذا قال: وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فهذا المبدأ فرق تسد له سبل سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى في مجلس آخر، وله علاج من كتاب الله. إذا كان فرعون أو أهل هذا المبدأ فرق تسد، فنحن معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسيأتي لهذا درس مستقل إن شاء الله. من سبل المجرمين ما نحياه وما نعيشه الآن أيضا مبدأ صرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، صرف الناس عن هذا القرآن. كيف يصرفون الناس عن هذا القرآن؟ الله يقول في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، شوشوا على القرآن وتكلموا في القرآن بغير حق حتى ينصرف عنه الناس. وإذا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لكن ما مقابل ذلك؟ علينا أن نقبل نحن على القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كان هناك من يقول الله سبحانه في شأنهم ذلك: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تركتها وكذلك يوم تترك في العذاب. فلنكن نحن من أهل القرآن ومن الدعاة إلى القرآن ومن الدعاة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك من يجتمع على باطل فلنجتمع نحن على الحق. أعود قائلا: من سبل المجرمين لصرف الناس عن دينهم كما أسلفت صرف الناس عن القرآن وعن دروس القرآن، دروس العلم بالقرآن وعن دروس العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرفهم إلى الشهوات وإلى الأباطيل وإلى المنكرات. كان هذا المبدأ مؤسس من أهل الكفر والنفاق على عهد رسول الله. قال الله تعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لماذا يشتري لهو الحديث؟ وما المراد بلهو الحديث؟ المراد يشتري المغنيات الجواري القينات اللواتي يقدمن لهو الحديث. لماذا يشتري الغوازي والمغنيات والإماء يغنين ويرقصن ويتعرين في حفلات صاخبة، في حفلات صاخبة تأتي إحدانا ترقص تكشف شيئا عن فخذها تكشف، فيصيح الشباب المجنون، وخمر تشرب ونسوة تغني. من الناس من يشتري لهو الحديث أي الإماء اللواتي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فالرسول في مجلسه يعلم الناس الخير، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ومجرم من المجرمين اشترى كل المغنيات يغنين ويرقصن ويتكشفن والخمور تشرب لصرف الشباب عن الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين إلى مجالس اللهو ومجالس الشياطين. لهذا الصرف صور متعددة. ما نشاهده الآن وفي هذه اللحظات التي أتحدث إليكم فيها سبل من سبل الشياطين لصرف الناس عن الكتاب العزيز. مباراة تجري بين فريقين، فريق يقال له في مصر الأهلي والآخر يقال له الزمالك، وبئست هذه الفرق التي أضلت الناس عن طريق الله سبحانه. المساجد فارغة من المصلين في العشاء يا عباد الله، المقاهي ملئت عن بكرة أبيها لتشجيع الأهلي والزمالك، وأحمق يراهن. فمساجد فرغت من كتاب الله
وباختيار الناس، ليس إجبارا لهم لكن اختيار الناس أهل الفسق الذين ضاقت أفقهم وضاقت عقولهم وأصبحوا من السفه بمكان كبير، أصبحت ترى القطيع الضال من البشر، قطيعا ضالا من البشر يملأ المقاهي وقبل المباراة بساعات، وبعدها في التحاليل عن المباراة بساعات، ورهانات هذا يراهن ذلك، وحب وبغض في غير الله، حب في الاسم اسم الآلي، بغض في اسم الآلي، ما هذا يا مجانين؟ معشر السفهاء أفيقوا، أصبحت المساجد فارغة إلا غبرات من أهل الصلاح، بقايا قليلين من أهل الصلاح، وأصبحت المقاهي والكافيهات وأمام البيوت والشاشات بنات، حتى البنات التعيسات الخائبات أصبحن ينتظرن من ينتصر. يا فتاة يا أيها المجنونة يا سفيهة، يا أيها الفتى المغفل السفيه الضال، لا تكن سائرا في هذا القطيع الضال من البشر. اختلق لنا اليهود الذين يحاربوننا الآن، اختلقوا هذه كرة القدم، اختلقوها لصرف الناس عن الدين وعن ملة الخليل إبراهيم عليه السلام إلى اللهو وإلى الشر وإلى الفساد، وعظموها، وأصبح يحضر مباراة كرة القدم ويفتتح رئيس دولة، ملك دولة، ملوك من العالم، رؤساء من العالم، لتعظيم ما لم يعظمه الله، لتعظيم لعب ولهو، لعصبيات جاهلية، أصبحت شخصا يشجع فريقا والآخر يشجع فريقا، ادعو الله ويدعو ربه، يا رب انصر كذا، انصر في ماذا أيها الخائب التعيس الطائش؟ يا خائب يا تعيس يا طائش يا سفيه يا من لا تفهم، ما الذي عادت عليك من الفائدة؟ وشعوب المسلمين كما ترون حالها دك بالقاذفات والراجمات بكل أنواعها، وهذا الخائب التعيس يصفق للزمالك يصفق للأهلي، بئس ما تصنع وبئس ما صنعت. نجح أهل الباطل في صرف الناس عن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، نجحوا بسبل منها مباريات كرة القدم والكؤوس، كل يوم كأس بعد كأس، وكأس عالم وكأس خائب وكأس، كلها تفاهات، ويفتخر أمير أو وزير أو رئيس دولة أنه يفتتح المباراة، بئس ما صنعت أنت وشعبك، أنت وشعبك. يا أهل الإيمان يا أهل العقل يا أهل الذكاء، ما هذا بنافعكم في دينكم ولا في دنياكم؟ واحد يقتل في المباراة لكونه يشجع فريق، قتيل ماذا هذا؟ قتيل إسلام؟ قتيل كرة؟ قتيل ماذا؟ قتلة عمية ولا أدري ماذا قتل. فهذه إحدى السبل لصرف الناس عن دينهم، ونراها واقعة عيانا، لكن قل من يفقه ذلك. أصبح حب الفريق متغلغل في قلوبهم، متغلغل في قلوبهم، وأشربوا حب الفريق في قلبهم، لا يستطيع أن ينفك عن تشجيع الفريق. يا خائب يا طائش يا تعيس يا بئيس، افهم إن كنت تفهم، لا تسر مع القطيع الضال من البشر، لا تمشي مع القطيع الخائب الضال من البشر، تصفق وتحزن وتتباكى، يا روح أمك كما يقولون، تحزن وتتباكى وتفخر وتسعد، فريق هزم فريق ربح، ما الذي استفدناه؟ طيلة حياتنا نسمع عن الأهلي والزمالك ومش عارف ترسانة وما أسماء، وفريق مدريد وفريق كافر من أستراليا، ماذا استفدنا؟ وبلادنا تسلب منا بلدة تلو الأخرى، وأهلون يبادون، شعب بعد شعب بعد شعب، وأنت في غفلة، كما قالت علفهم، في غمرة ساهون، مغمور في الضلال الذي أنت فيه. فهذه إحدى صور صرف الناس عن دينهم، مباريات كرة القدم. ثانيا، يصرفون الناس كما كان العهد على عهد رسول الله، بمجالس فيها طرب ورقص ومزامير الشيطان، وبنات ترقص، واختلاط قذر قبيح. الشاب الطيب الذي يعكف على المساجد، يلا قوم اخرج، نريد نغلق المسجد الآن. يا أخي دعوني أذكر الله، يا أخي يا ناس أريد أن أذكر الله، أختم الصلاة حتى 33 تسبيحة و33، لا أخرج بسرعة،
يغفر وافتح الباب على مصاريعي كلها للمقاهي لمنتصف الليل أو لأكثر الليل. يا إخوة، دين يحارب، دين يحارب، أصبحنا نحارب يا أهل الإسلام، أصبحنا نحارب في ديارنا، في بيوت ربنا التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن الملاعب مفتوحة، مسارح مفتوحة، مقاهي مفتوحة طول الليل وطول النهار، ولا يقابل شخص منهم بأي اعتراض، لا يقابل شخص منهم بأي اعتراض. لكن جرب بنفسك أن تقرأ كلام الله وكلام رسول الله وتصبح تابعا لله ورسوله. انظر الحرب التي ستقوم عليك، ملتحي تمشي في الكمان، انزل يا ملتحي. يا جماعة، السيارة كلها من بشر، لماذا تقفون عند الملتحي وتنزلونه وتحاكمونه وتتحرونه؟ يا ناس، يا أهل الإسلام، فبنوا المسارح والملاهي والسينمات لصرف الناس عن كتاب الله، عن مجالس تحفيظ القرآن وعن مدارس تحفيظ القرآن وعن الكتاتيب، وأصبح الذي في الكتاب يتعلم القرآن متخلف أو متخلف، لكن أصبح الذي في كيجي 1 وكيجي 2 وفي المباريات إمام في المباريات هو المفضل، وأصبح طاغبة الولد منذ الصغر أن يخرج لاعب الكرة. فصنعوا مسلسلات، وصنعوا مباريات كرة القدم، وصنعوا مسارح وملاهي وسينمات، كل ذلك لصرف الناس عن دينهم. وخرج لنا المتصوفة البعداء البغضاء الذين يحرفون الدين عن مواضعه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويفترون على الله الكذب، ويفترون على رسول الله الكذب، خرجوا لإعادة الموالد والخرافات والبدع والضلالات التي كانت ماتت، فبدأوا في إحيائها لصرف الناس عن سبيل الله الحق، عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وعن سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، إلى الخرافات والبدع والضلالات. ولا يمتنع أحدهم أن يمد يده للناس يقبلونها بلا حياء، والآخر يرفع رجله وركبته للناس يقبلون الركب ويقبلون الأيادي. يا ليت الأمر وقف على هذا، وقف على هذا الحد، تقبيل الأيدي وتقبيل الركب، ما وقف على هذا، تجاوزه لأبعد الحدود، تجاوزه لأبعد الحدود، وبدأ منهج الحلول والاتحاد يحل، ويخرج أحدهم الفجرة، أحد الفجرة الفسقة، يقول: ما يغضبكم إذا كان إذا كان الله صالحا فرعون؟ ما الذي يحزنكم؟ الله يفعل ما شاء. لكن قال تعالى في شأن فرعون هذا اللئيم، قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأصبح بعضهم يتكلم ويقول إن فرعون ممكن يغفر له، وأبو لهب ممكن يغفر، وعلى أعلى المناصب، على أعلى المناصب، وتأتي سفراء لدول كافرة تفتتح الموالد التي أماتها الله سبحانه، نسأل الله أن يميتها ولا يحييها. فبدأوا يحاولون إحياء الموالد وإحياء ما يدعون فيه غير ربهم الأعلى الذي خلق فسوى. أصبحوا يتجهون بالدعاء لبشر ماتوا، ما يدرى ما الله فعل بهم، هل في النار يتلظون أم في الجحيم، أو في الجنة، في الجنة ينعمون. وتركوا عبادة الفرد الصمد، تركوا عبادة الواحد الصمد، تركوا عفوا الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أهل الإسلام، أنتم تصرفون عن دينكم الآن باختياركم أحيانا. أحد ضرب هؤلاء الذين يذهبون إلى المباريات يتفرجون؟ أحد ضربهم؟ لا، يئنون من الجوع والفقر، قل الجياع والأصهار. يا أخي، ضيعت نفسك وضيعت أهل بيتك، وجل الصايع أمام الشاشات التلفزيون وتقول الدنيا غلا، تغلو على أمثالك أو يحترق التلفزيون. احرص على ما ينفعك، احرص على كتاب الله. يحترق التلفزيون إن كان يبث باطلا ويبث زيغا وشرا وفسادا. قم اسعى لعملك، انشط كل من الحلال، انشط، دافع عن دينك، دافع عن دينك، دافع عن كتاب الله، تعلم دينك. إن الناس تصرف عن الكتاب العزيز الآن، وهذا من منهج أهل الكفر، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون،
شوشوا عليه بالمباريات، صرفوا الناس بالمباريات، بالمسلسلات، بالمسارح، بالملاهي، بالسينمات تحت هذا المبدأ لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه بإغلاق المساجد، بفتح الكباريهات وفتح المسارح طول الليل مفتوح المسارح والملاهي، فهذا وبث الشبهات في أوساط الناس، فذا بث الضلالات كقول القائل منهم الله في كل مكان، نعم إنني معكما أسمع وأرى، لكن قالوا بالحلول والاتحاد بعد ذلك، قال الله بذاته في كل مكان، وجعل بعضهم بطن العجل مكان باكهم، قل في كل مكان عندهم، وأصبح أحدهم يقول السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان، وحل الاثنان مع بعض، وقال السامري ما أخطأ وفرعون ما أخطأ عندهم لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطنه مكان، وأصبح الله عندهم في كل مكان بذاته، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا كما يقولون هم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته، لأن الحلول والاتحاد قالوا به، فأصبح يحتاجون إلى مجهود لبيان وجه الحق والصواب في المسائل، فصرفوا الناس عن كتاب الله بالشبهات التي يلقونها، ورب العزة يعلمنا في كتابه الكريم فيقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والرسول يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها يا عائشة يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يأتون على آيات مثلا في شأن المسيح عيسى عليه السلام وروح منه فيقول هو إذن ابن الله، قل هذا في آدم ونفخنا فيه من روحنا، يقول إذا سويت ونفخت فيه من روحي، هل قلتم آدم هو ابن الله؟ لا، ويتركون المحكم مثل قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يتركون المحكم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يتركون المحكم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فيصرفون الناس عن الكتاب العزيز بشبهات يقذفونها، ويأتون بعلماء سوء، وأنا آسف أن أنا أقول علماء لأن الجهل له علماءه، الجهل له ضلاله، يأتون بأهل الغباء وأهل الجهل الذين وسموهم بأنهم علماء يضلون الناس ويصدونهم عن السبيل، يجي أحدهم يقف عند السيد البدوي نظرة يا سيدي سيد يا بدوي الواد يمتحن سهل له أمر الله يكرمك، ويقف عند السيد البدوي يدعوه كما يدعى الواحد الصمد سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بدأت الموالد على أشدها وبلغت ذروتها أو كادت أن تبلغ ذروتها، وأعادوا تأسيس المقامات التي يسمونها في المساجد كرة أخرى، لا أعاد الله لهم دولة ولا شأنا، فبدأوا في صرف الناس عن الدين بطرق ممنهجة، ولا أقول بدأوا، فهذا سبيل المجرمين مجزما، أن قائدهم إبليس يقودهم حيث الضلالات، صرف الناس عن دينهم، مسلسلات، أفلام، مسرحيات، سينمات، صرف الناس عن دينهم بما نشاهده الآن، انظروا يا أهل الإسلام إلى هذه مباراة التعيسة الخائبة، أهل الزمالك تعس هذا وتعس ذاك، طال عمرنا نسمع عن الأهل والزمالك وما الذي استفدناه، خسران عياذا بالله لمن تبعوا هذه السفهات، صحائف تسود يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى، أوقات سيسألون عنها، عصبيات جاهلية من ألفها ليائها، عصبيات جاهلية من قدمها إلى من مخمص قدمها إلى فروة رأسها، جاهلية تبع لجاهلية، ويصفقون كالمجانين، رجل عاقل آتاك الله عقلا تصير مع القطيع الضال من البشر،
قطيع ضال من البشر يخرج يصفق يصرخ يا مجانين أفيقوا. صرف الناس عن دينهم له سبل يتبعها أهل الإجرام، سمحوا للمتبرجات أن يتبرجن كيف شئنا، تخرج الفتاة كاشفة عن فخذها، لا حرج عندهم ولا مطارد يطاردها ولا معيب يعيب صنيعها. وربنا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لكن كما يقول قائل ماذا، ما العمل إذا كان حميها حرميها؟ ما العمل إذا كان الذي يفترض أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الذي يشيد للمنكر وهو الذي يدمر المعروف وطريق المعروف؟ يا أهل الإسلام لكم دين ستحاسبون عليه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ننعي على أخواتنا الفتيات وبنات المسلمين اللواتي أصبحن ينظرن إلى مباراة كرة القدم وتصارعنهن الأخريات. يا أختي يا أختي يا أختي، كفى ما أنت فيه من نقص عقل، كفى ما أنت فيه من نقص عقل، تزيدين عقلك نقصا إلى نقص، وتزدرين بنفسي تزرين بنفسك وتزرين بعقلك. انتبهي يا أختي، لن تنتفعي بشيء، لن تنتفعي بشيء لا من أهل ولا من زمالك. أصبح الحب في غير الله والبغض في غير الله، وأصبح للكرة أربابها وعشاقها يعشقونها من دون الله. تقدم فرائض الله، عفوا تؤخر فرائض الله وتقدم المباريات. تقدم، ما رأينا رئيس دولة افتتح محاضرة دينية بكلام طيب، لا رأيناه يفتتح مسرح، يفتتح سينما، يفتتح ملعب، يفتتح كأس عالم. أين الصالحون يا ناس؟ أين الصالحون؟ يا أهل العقل، يا أهل الفهم عن الله ورسوله، يا أهل العقل، يا أهل الفهم، يا أولي الألباب، انتبهوا، فالشيطان قائدكم، الشيطان قائدكم، وأهل الإجرام أئمتكم، من حيث تشعرون أو من حيث لا تشعرون، الشيطان قائدكم، واتبعتم للأسف خطوات الشيطان، وكذلك قد أجلب الشيطان عليكم بخيله ورجله. الليلة ليلة جمعة، ليلة ليلة خميس، يفترض أننا نغنمها، نفعل حتى على الأقل نعصم أعيننا من الحرام، لكن أفراح على أشدها، مزيكا ومزامير وطبل ورقص، قصور الأفراح ممتلئة بهذه القذورات والنسوة المتعاريات فيها، شبه عاريات، شبه عاريات قطعتان فوق وتحت فقط، شبه عاريات في قصور الأفراح الممتلئة بشرا عن آخرها، ومباريات لكرة القدم عن آخرها ملئت بها المقاهي. وننعي بيوت الله سبحانه التي أصبحت فارغة عن قصد وعمد، أو عن غير قصد وعن غير عمد، عن قصد وعمد من بعض المسؤولين الذين يسعون جاهدين في إغلاق المساجد، ما يسمح إلا بدقائق معدودة اطلع برا من المساجد. يا ناس افتحوا للناس يصلون، الناس تصلي تذكر الله، لا، وغيرها من المسارح والملاهي مفتوحة على آخرها. صدق الله إذ قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، عياذا بالله من ذلك. للحديث بقية لبيان سبيل المجرمين، كيف يسلك المجرمين السبل وكيف يسلك المؤمنون السبل. نحن في هذا الخضم وهم يلعبون الكرة، اذكر أنت الله، نور صحيفتك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلي وسلم على رسولك محمد الليلة ليلة الجمعة أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليك ويسلم تسليما، من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. هم يلعبون، صلي أنت لله، قم الليل صلي على رسول الله، تعلم دينك، تعلم آية، تعلم حديثا عن رسول الله، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، أصلح بين الناس، صل أرحامك. فهم في واد وأنت في واد،
وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ليسوا سواء، لا يستوي المؤمن الطائع مع العاصي الجاهل الذي أصبح أضل من قطعان الغنم. والله الغنم ما تعمل كده، الغنم يا ناس ولا البقر يفعلون ما يفعله مشجعون الفرق هذه. الغنم تحرص على لقمتها، تأكل وتنام، وتأخذ منها اللبن، تأخذ منها الفر، وتشكر على هذا الذي جبلت عليه. أما أنت يا ابن آدم تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه. هل رأيتم شاة تضيع وقتها فيما لا نفع لها؟ ما رأينا شاة ولا فرخة، فرخة تلقط لقمتها وتنام، حمامة طيرت تأكل لقمتها وتنام. وأنت يا ابن آدم استغللت نعم الله في معصية الله، استغللت نعم الله في معصية الله، عياذا بالله من ذلك. اللهم بلغنا اللهم فاشهد، اللهم بلغنا اللهم فاشهد، اللهم بلغنا اللهم فاشهد. اعلموا ان الحياة لا تدوم ابدا لاحد، اعلموا ان الحياة لا تدوم ابدا لاحد من الناس، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فاغتنم شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا؟ هرم كبر سني يخليك تنسى كل شيء، تخرف، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا أهل الإسلام، بلاد المسلمين يكاد لها، بلاد المسلمين يريد الكفار احتلالها بقوتهم بعد أن احتلوها بأفكارهم، يريد الكفار أن يحتلوها بقوتهم، يحتلون دولة بعد دولة ويدمرون بلدة بعد بلدة. ماذا تنتظرون؟ والدمار أمامكم ومتجه إليكم. افقهوا يا أهل الإسلام، افقهوا يا ساسة المسلمين، افقهوا ماذا يراد بكم وبأممكم، وستموتون كما مات رؤساء وملوك قبلكم، ما خلدوا فيها ولو دامت لغيرك يا ابن آدم لما وصلت إليك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.